عدنا لحضراتكم مره تانية، هنبدا مع بعض اولى، مش اول مره ولكن المره دي مع الحوار الوطني، اولى صفحات قانون الاحوال الشخصيه. النقاش الدائر بلا توقف في كل بيت في مصر، في كل مكان في مصر، لانه يلمس كل المصريين تماما. الجواز والطلاق والعيال والنفقه، واللي بيصرف واللي ما بيصرفش، واللي قادر واللي مش قادره، كل هذه الاشياء المطلوبة أن تكون ضمن هذا القانون تحت هذه المظلة، علشان نصل إلى حل لكل المشاكل اللي موجودة في المجتمع المصري، وما أكثرها بسبب سواء كثرة القوانين أو قلة القوانين أو عدم التحديد في القوانين. ضيوفي في بداية مناقشتي لهذه القضية ولهذا الملف الهام جدا الأستاذة ريام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. اهلا بيكي معايا يا فندم. والاستاذ عمرو عبد الباقي، المحامي وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين المتخصص في الاحوال الشخصيه. اهلا بحضرتك. لو انا سالت الناس، ومره اخرى اؤكد لحضراتكم الان الرقم بتاعنا هيطلع 012-714-741-66. ابعت لي رسالة، أنا متابع رسائلكم، كمية رسائل منذ الأمس وتساؤلات عديدة وصلتنا على هذا الرقم مرة أخرى، وأنا مستنيها سواء في حلقة النهاردة في الحلقات القادمة هنطرح. بس أرجو كتابة الاسم بعد إذن حضراتكم، كل واحد يحاول يبعت رسالة واحدة ويكتب الاسم. نجالي مجموعات ضخمة جدا جدا من التساؤلات ومن الرسائل، سنحاول قدر الإمكان في إطار الحوار بتاعنا أن احنا نجاوب عليها مع حضراتكم. أستاذة ريهام، ايه اللي مطلوب ان نطلع بيه في هذا القانون؟ ايه اللي احنا، ايه النقاش الدائر، وايه القضايا المهمة اللي ملمس جوه القانون؟ المطلوب ان احنا نتفادى كل المشاكل اللي في قانون الاحوال الشخصية السابق اللي احنا هنعمله تعديل ان شاء الله الفترة دي. اول حاجة عايزين نتكلم فيها ان احنا القضايا بتقعد بالسنين في المحاكم، الست بتقعد وقت طويل مش عارفة تاخد حقها، بيكون الرد معلش اصل القانون بيقول كده. احنا في القانون الجديد عايزين نتفادى حتة القانون بيقول كده، احنا عايزين القانون يتفادى المشاكل بتاعت الزمن اللي احنا فيه، الفترة الحالية اللي مصر بقت فيها غير من 100 سنة. احنا القانون بتاعنا القديم شغالين عليه بقالنا 100 سنة، حصل عليه تعديلات تقريبا ست مرات. المسودة اللي شغالة عليها دلوقتي، بس انا حضرتك مقررة مساعد للجنة، انا مقرر مساعد لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني. الاسرة وليس المرأة، لان حضرتك قلت لي الست بتقعد في المحاكم، هو الراجل كمان بعد اذن حضرتك يعني ما بيقعدش في المحاكم وترفع عليه 100 قضية؟ لا بيقعد. طب ارجوكي بس عشان انت مقرر، حد بس معاكي والنبي الله يخليكي. والله احنا ولو النبي بعد ايه، والنبي بس بالنبي الله يخليكي، ارجو والله ما ان يكون هناك توازن في النظره. تمام. لا احنا بس عشان دايما احنا بنتكلم دايما في النسبه الاكبر، ولكن انا مش منحازه، حقيقي مش منحازه للمراه. احنا في لجنه الاسره والتماسك المجتمعي احنا عايزين نوصل بالاسره كامله لبر الامان. اشكرك. الأسرة اللي هي الرجل والمرأة والطفل، والطفل أهم من الرجل والمرأة. يمكن الرجل والمرأة أنا كنت بقول إن هم اختاروا بعض، لكن الطفل اللي هو نتاج الزواج ما اختارش، لكن هو بيتحط في موقف إنه الأم والأب في نزاع قانوني، وهو اللي هل قانون الأحوال الشخصية يركز فقط على النزاعات القانونية، ولكن ولا برضو بيحط بعض القواعد والأسس؟ قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي احنا بنأمل ان هو يستحدث في الفترة الجاية، عندنا مشاكل كتيرة زي النفقات والحضانة والاستضافة. خلينا نقول في البداية خالص ان احنا بنبدأ بمكاتب التسوية. مكاتب التسوية عندنا أزمة فيها كبيرة جدا. يعني ايه مكاتب التسوية؟ مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ده أول خطوة بتلجأ ليها الأسرة مع أول خلاف. بيقدم ملفه، المفروض الملف بيبحث ويكون في مجال للتسوية، وده ما بيحصلش. اقترحنا في النقطة دي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان يكون عضو قضائي هو رئيس هذا المكتب. رئيس هذا المكتب عشان ينجز الأمر. وكمان في نقطة مهمة جدا في النقطة ديت، احنا المفروض الملف يخرج
مستوفى من مكاتب التسويه، مستوفى جميع المستندات. طيب خلينا ننقل، مين المشرف على مكاتب التسويه دي؟ وزاره العدل، هي كده كده موجوده في كم مكتب تسويه في مصر؟ لا، جميع محاكم الاسره فيها مكاتب تسويه. تمام. على مستوى الجمهوريه، وهم الناس مش يعني هم فيها مش مقصرين، بس هم ما عندهمش صلاحيات ولا امكانيات ان هم عايزين يدوهم صلاحيات اكتر، عايزين عضو قضائي يرأس مكاتب التسويه بحيث ينجز في معدل القضايا المتقدمه، يكون في حلول، ممكن يكون في حلول وديه تنهي القضايا عشان ما تخشش محاكم، عشان ما تخشش محاكم. عندنا كمان ما يعني انا كنا اقترحنا برضه في التنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين، عندنا في نقطه اداره شرطه الاسره اسوه بنيابه الاسره. إدارة شرطة الأسرة ديت هتكون مهمة جدا بالنسبة لتحريات عن الدخل، بالنسبة لبعض الأمور بعد كده في الاستضافة، الاستضافة هم عارضين دلوقتي 72 ساعة. مين هم؟ القانون الجديد يعني. القانون الجديد عارض 72 ساعة. لا أنت دخلت لي في كذا حتة مع بعض. كذا حالة ورا بعض. خليني طيب علق لي على النقطة اللي أثرتها الأستاذة إن الست بتقعد في المحاكم سنين. هي الست والراجل بتقعد في المحاكم سنين والمظلوم في الآخر هو الطفل اللي هو الضحية. سنين عند حضرتك الست بتخش ترفع قضية نفقة. ترفع قضية نفقة في البداية، بعد كده ممكن ترفع طلاق، ممكن ترفع تمكين، ده كله بياخد من وقت المحكمة ومن وقتها الشخصي ومن وقت الزوج، بيهلكهم ماديا ونفسيا بالنسبة للأطفال. وبيزود العداوة. وبيزود العداوة طبعا. طيب. أستاذة جايين لي السلام عليكم، يا ريت حضانة الأطفال بعد زواج الأم أو وفاة الزوجة للأب تكون للأب. يعني سواء الوفاة وكده، لأن الحديث الشريف بيقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما قالش ثم أم أمك. مظبوط. هما ده تعليق من الناس. دي من ضمن التعديلات المطلوبة واللي محطوطة فعلا في قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن الحضانة بتقول من بعد الأم إلى الأب على طول. فور. تاني درجة ده المطلوب. وإذا تزوجت الأم أيضا؟ على حسب، لو مصلحة الطفل بتقول إن هو يكون مع والدته يكون مع والدته، ده برضو من ضمن المصلحات. من الذي يقرر مصلحة الطفل؟ القاضي طبعا. هو القانون هنا حدد يا فندم، هو القانون حسب الحالة. القاضي القانون هنا حدد ان الحضانة تكون للأم ثم أم الأم ثم أخت الأم اللي هي الخالة. لا، ما هو ده كله بحث. ده كله كفاية. طيب احنا برضو في مقترح، معلش. أنا النهاردة عندي طفل عنده سنة، حضانته لازم تكون لسيده لانه محتاج رعايه نسائيه. ده لا يمكن. طيب يبقى احنا نخلي الاب، انا من المقترح اللي انا بقترحه ان نخلي الاب رقم 4 بعد الام وبعد الخاله، حفاظا على الطفل. حسب السن. حسب السن. انت بتتكلم على السن. ما انا اقول لسيادتك على النقطه، لازم نحدد السن برضو. السن احنا عايزينه من 13 ل 14 سنه الحضانه، دي نقطه. ولازم عشان برضو النقط يعني مشتبكه مع بعض، لازم يكون في استضافه عشان الابن بعد كده، الطفل بعد كده يخير. طب هيخير ازاي هو بعيد عن احد الطرفين؟ ما هو بعد اذن حضرتك مره اخرى استاذ عمرو، بعد اذنك خلينا نمشي صح. ما هو انا ماشي حضرتك عشان قانوني بتقفز بيا قفزات. انت عايز بتضيع تركيز المشاهد معايا. طيب تمام. ارجوك، احنا مسكنا نقطه مهمه جدا وللغايه حضرتك، وهي ان انتوا فعلا حاطين ان الحضانه تقول فورا بعد الام الى الاب، الى الاب، سواء في حاله وفاتها او في حاله ان هي اتجوزت بعد الطلاق. مزبوط. تقول اليه، ولكن حسب مصلحة الطفل. مظبوط. اللي حدد مصلحة الطفل القاضي. كويس. مظبوط. هل ده مش بيفتح باب ان كل طرف يحاول يخبط في الطرف الثاني ان هو غير قادر على الحضانة؟ يفتح، ولكن عشان كده يعني الباب اتترك في الاخر لمين؟ بقى القرار اتترك لمين؟ للقاضي. كويس. احنا حاليا دلوقتي نفس القصه، المحاكم كلها الزوج والزوجه واقفين قدام بعض، كل واحد فيهم بيحاول يبين ان هو الطرف المظلوم او هو الطرف الاكثر قهر. بس كلها كانت دائما بتكون في قضايا ماديه اكتر منها قضايا للوصايه. احنا كده في الوصايه هيبقى في، بس ماشي جميل. هنتقل بيكم لنقطة تانية وسؤال آخر بعد إذن حضرتك، هذه النقطة أنتوا بتنظروا فيها أيضا. مظبوط. من ضمن الكلام أيضا اللي جاي لنا اقتراحات في القانون الجديد، بصفتك رجل قانون، الدولة أن تكون هي الدولة المسؤولة على أن تعطي الأم النفقة جزئيا من بنك ناصر قبل النطق بالحكم. أنا مش فاهم. وأن بنك ناصر عليه أن يعطي نفقة الأحكام إلى الأم كاملة، ونرجو
سرعة النطق بالحكم وتقليل الوقت بين كل قضية والتانية، نقطة حضرتك اهي. الآن كل قضية والتانية بتاخد شهرين وتلاتة، عايزين سرعة رحمة بالأم المعيلة وأولادها. طيب رأي حضرتك في هذا الاقتراح؟ خليني أقول لسيادتك إن النفقة بتطول شوية من شهرين لثلاثة وأربع شهور حسب الدايرة وحسب مفردات المرتب والتحرر عن الدخل. احنا المقترح اللي احنا مقدمينه برضه في تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين ان يكون في قاضي الامور الوقتيه يصدر حكم بصيغه تنفيذيه بنفقه فوريه للزوجه تصرف من بنك ناصر ايا كان بقى، سواء 1000 او 2000 جنيه. يعني فعلا تنسيقيه شباب الاحزاب. احنا ده المقترح اللي احنا هنقدمه ان شاء الله. هتقدموه ولا قدمتوه؟ لا احنا ما كاتبين المقترحات بتاعتنا وبنقدمها للتنسيقيه في الراوند بتاعها. في الحوار الوطني تلقيتم العديد من المقترحات. مظبوط، واحنا كمان حطينا مقترحات. احنا كمقرر ومقرر مساعد احنا عملنا الخطة كاملة بتاعة اللجنة هنمشي عليها على اساس المقترحات المقدمة وعلى اساس الافكار اللي احنا شايفين ان هي لازم تدرج الفترة الجاية لاصلاح حال الاسرة المصرية. احنا هنشتغل على الجزء بتاع زواج القاصرات، هنشتغل على ارجوكم ده اساسي، ارجوكم ده اساسي، العنف ضد المرأة، العنف الالكتروني كمان. العنف ضد الرجل ممكن ولا مش ممكن؟ كله يا فندم والله. يبقى العنف داخل الأسرة. اصلا انا بس لا 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 مش قصدي والله انا ما منحازة، انا بعد لحضرتك بس يعني واضح حضرتك مستعجلني. انا بعد لحضرتك البنود بتاعت العنف ضد المرأة، العنف الالكتروني الطفل. وضد الطفل ده اساسي، ضد الاطفال. بص حضرتك، الطفل هو نواة المجتمع، الطفل هو الانسان اللي هيبني. لو الاب والام، دايما اقول لو الاب وام غلطوا في حياتهم وفي اختيارهم لبعض، الطفل اللي طالع جديد ده ملوش ذنب، ثمن الغلطه دي بالظبط، ملوش ذنب ان هو يدفع ثمن الغلطه دي. هنطلع فصل وهنرجع تاني، وبعد الفصل نشوف طيب هو كم المقترحات اللي راحت في لجنه الحوار حول هذا الملف قد ايه، لان انا متوقع ان تكون من اكثر اللجان اللي تلقت مقترحات من الناس، لان الناس ايديها في النار كلها. نطلع فصل ونرجع تاني الحياة اليوم. اعتقد ان ده من اهم الملفات اللي احنا دايما بنناقشها، وكلما يحدث نقاش وكلما افتح الباب على تلقي رسائلكم، انا عايز اقول لكم انا مش لاحق اعمل فريش للصف، يعني انا مش لاحق من كتر المقترحات اللي جايه لنا ومن كتر التعليقات والاسئله ان احنا نفتح. ولكن اؤكد لحضراتكم احنا بكره كمان في نفس الموضوع، بكره ايضا سنتابع هذا الملف. هعود لحضرتك، تلقيتوا مقترحات كتيرة، انتوا لخصتوها، في كم واحد في اللجنة هيقعدوا يناقشوا هذه المقترحات؟ احنا تم اقتراح ان تقريبا هيكون في اعضاء دائمين، بس انا يعني انا مش مصرح ليا ان انا اقول دلوقتي عدد الاعضاء اللي هم هيكونوا موجودين داخل اللجنة ايه، ولكن هو تم اختيار اعضاء دائمين هيكونوا موجودين من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات اللي بتخص الاسرة والمرأة والطفل والرجل، عشان ما يبقاش في انحياز لحد معين. هنناقش تقريبا هيكون في 3 جلسات كل اسبوع لمناقشة الملفات الخاصة باللجنة عندنا. هنناقش كل ما هو يتعلق بالأسرة، يعني مش هقدر أقول لحضرتك حاجة واحدة معينة. بس انتوا عملتوا عملنا حضرتوا لخصتوا كل المقترحات. ما اللي انا لخصته وقلته لحضرتك مزعلك. لا مش مزعلني خالص، كملي. انا مش مزعلني، انا بس عايز اقول لكم ليه. احنا دايما الأسرة والله الأسرة احنا يهمنا الأسرة. خليني خديني على منطقة الحضانة. الحضانة القصة بتاعة الحضانة ان يعني حضانة الطفل ما تكونش للأم، يعني الشكوى دايما بيبقى للأب اللي هو ايه، طب ما انا لو الأم مش متاحة انا عايز انا اكون انا الحاضن لابني. انا مثلا ساعات في ناس مقدمين يقولك انا مش مآمن ان هو يكون مع الجدة مثلا، سنها كبير، الجدة كويس. غير متفرغة. خلصنا الحدوتة دي وانت بتقولي ان هتبقى من الام الى الاب. الجزء الثاني ايضا، طب كلميني عن الرؤية، الامهات اللي بتمنع الاب انه يشوف. ما هو احنا لازم يكون تفعيل وتغليظ للعقوبة، كل دي مواد قانون. طبعا اللي بتمنع رؤية الطفل. طيب والقانون اللي بيقول تروح تشوفه في نادي ساعتين، رأيك ايه في الكلام ده؟ هو ده قانون الرؤية من الساعة 2 للساعة 5، ده يوم الجمعة بيكون في احد النوادي او احد الجمعيات الاهلية.
ده طبعا بيبقى موقف مش انساني للطفل، القعده نفسها ما بتبقاش كويسه، الوقت نفسه، الحديث اللي بيدور بين الاب والابن او بين الام والابن بيبقى في مكان عام الناس كلها شايفاه. ده لو راح او لو تم ده لو تم اللقاء نفسه. انما بعد اذنك، ليه مش من حق الاب يستضيف ابنه في البيت ويقعد معاه في الويك اند او جمعه وسبت، او يقعد معاه في اجازه نص السنه اسبوع؟ ليه؟ تمام. في حالات الاستضافه او في الرؤيه نفسها بيحصل فيه مشاكل في الرؤيه او في الاستضافه، ممكن الاب ياخد الابن ويمشي. لازم يبقى في ضوابط قانونيه، لازم تعاقبه، لازم اعاقبه، ولازم يكون في موجود في المسؤوليه. عشان انا النهارده ادي له استضافه، مين اللي هيكون مسؤول عن التسليم والتسلم؟ ممكن الاب ياخد الابن، الام تقول انا ما شفتوش، والاب سلمه لها. طب مين اللي هيكون مسؤول عن النقطه دي؟ طيب ال 72 ساعه هل انت هتقسمهم على مدار الشهر او ال 48 ساعه او السبت او الجمعه؟ مين اللي هيثبت ان الطفل رجع تاني لامه؟ لازم. عشان كده احنا اقترحنا وقدمنا المقترح ده بالفعل، اداره شرطه الاسره تكون مسؤوله عن ده كله، ويكون في عقوبه اللي يمتنع عن تسليم الطفل بعد الاستضافه يكون عقوبه اقل. اولا تمتنع ان يتسلم الطفل للاستضافه. عندي في عقوبات يعني موجوده في القانون كده. عندي 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 حاجات كتير جدا جدا جدا. عندي حد بيقول رفعت دعوه رؤيه طفلتي الوحيده جودي في مايو 2018 واتحكم لي في 2019، يعني قعد سنة علشان القاضي يقول من حقه يشوف بنته، واستلمت منطوق الحكم في سبتمبر 2019 ورحت المركز الشباب لمدة سنة ولغاية دلوقتي لم يحضر أحد ولم أرى بنتي. هو ده حضرتك التفعيل القانون، ده اللي احنا بنتفاداه دلوقتي في القانون الجديد. دلوقتي من حق القاضي دلوقتي، يعني من ضمن البنود اللي موجودة جديدة والمواد اللي موجودة هتكون جديدة ان شاء الله في قانون الاحوال الشخصية، ان من حق القاضي يحكم في القضايا العاجلة، ما يقعدش يستنى سنة واثنين وثلاثة ويبقى عندنا بالعشر سنين الاب مش عارف ياخد حقه، او بالست سنين الست مش عارفة تاخد حقها. طيب كويس جدا. خلينا نرد على سيادتك في النقطه ديت بعد اذنك. ان هو من الاب من في حقه في حاله ان الام تمتنع عن رؤيه يرفع دعوه اسقاط حضانه عن الام في حاله عدم استطاعه رؤيه الطفل، ودي بتخلص على طول. وبعدين المده الطويله ديت دي من كم القضايا الكبيره، يعني الرول في اليوم الواحد يمكن يتخطى ال 100 قضيه. يعني لو القاضي شغال 3 ايام بيبقى فيه 300 قضيه او 400 قضيه في اليوم في الاسبوع الواحد، فهو ازاي هيقدر ينجز كل القضايا دي؟ طيب انا عندي رسالة ايضا من الاستاذ المخرج محمد الشاذلي، وهو مخرج فيلم يوم رؤية، فسنتواصل مع المخرج محمد الشاذلي واكد له ان انا اتواصل معاه وهتفرج على الفيلم. وبشكرك جدا لانك انت عملت هذا الملف او فتحته، وسيتم التواصل مع حضراتكم. خليني اكلمكم في عندي رسالة هنا بيقول لك الشرع الشرع الشرع، ليه ما بنتبعش الشرع؟ مش احنا دولة مصرية واساس القانون عندنا هو الاسلام والشرع؟ اين الشريعة؟ طب الشريعة مطبقة في انا عندي النهاردة الرؤية بالولد بيشوف والده، عندي الاستضافة، عندي النفقات، ده كله من ضمن الشرع، لان احنا ما بنخالفش الشرع في حاجة. ما بتخالفش؟ لا يعني احنا متابعين الشرع في كل الحاجات، ده كله في كل الحالات. طيب. وبعدين احنا النهارده في زمن ممكن ان احنا نستحدث بعض المواد اللي تفيد الاسره وتفيد الطفل. يعني ممكن يعني الازهر هو اكتر واحد يرد على موضوع الشرع واختلاف، يعني الازهر في بعض النقاط الخلافيه معاه في قانون الاسره هو الاجدر بالرد عليها. طيب عندي سؤال اخر على الطلقه اولى وطلقه ثانيه، احنا ما نستطيع ان احنا الازهر الشريف نبص في الحدوته دي الان، احنا بنتكلم على القانون نفسه بعد تطبيقه في الفتره القادمه. في انسانه طبعا القانون الجديد بيقول ان هو محتاجين نوثق الطلاق زي الزواج، ما ينفعش يبقى طلاق شفهي. بالظبط، ما ينفعش انا اقول لزوجتي انت طالق وارجع خلاص وانا اعني ان هي طالق وارجع بعد كده اقول لها لا ده انا كنت غضبان. طيب الاحكام الغيابيه، الزوج يفاجئ انه مرفوع عليه قضيه ومرزوع احكام متعدده، ثم ايضا الخلع الغيابي، يعني هو بيفاجئ انه مرفوع عليه. مظبوط. ليه مسموح وفي زوجه كانت مقدمه مشكله ليها ان هي تم الطلاق وهي على غير علم وعايشه مع جوزها لمده 3 سنين في البيت. اي فندم،
ده بيخش السجن. يعني ده في علشان كده لازم بيخش القانون السجن. الجديد بيقول ان احنا لازم الطلاق يوثق، ما ينفعش يبقى فيه طلاق شفهي، لازم يوثق زي الزواج. وهل ينفع انك ترفعي دعوى خلع على جوزك دون ان يدري الزوج ودون اختاره؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب كويس جدا، حضرتك رايك ايه في هذا؟ الزوج كده كده بيخطر بالاعلانات، ولو ما كانش موجود يعني في ازواج ما بتكونش موجوده، في زوج ما بيقولوش مع عنوان معلوم بيسافر خارج البلاد، فانت بتتكلم في مواجهه النيابه العامه، فده بيبقى الحكم صحيح. فبالنسبه لقضايا الخلع وبعدين قضايا الطلاق برضو نفس الكلام، بيعلن اعلاناته في قضايا النفقات، في قضايا يا فندم لو هي كتبت عنوانه غلط، ما هو ده التلاعب. ما هو من حقه ان هو بعد كده في الدرجه الثانيه لما تاخد خلع منه وعنوانه غلط هي خلعت خلاص، هو مش هيرجع يقول لا والله. حضرتك ده بقى اللي احنا كنا بنقول عليه في الاساس، مكاتب التسويه، مكاتب التسويه تستوفي جميع الشروط. يا فندم هي ما قالتليش. ما هو يا فندم انا بقول لسيادتك، يعني بقول لك ما رماش عليها يمين الطلاق اصلا، يعني هي بقت مطلقه عن طريق المحكمه فقط، لكن هو ما قالهاش انت طالق، فهل ده يعني بيبقى تبع الشريعه؟ يعد شرعا طلاق؟ شرعا طلاق، شرعا طلاق، شرعا طلاق، ما لوش عنوان معلوم. لا احنا لازم نبص في النقطه دي كويس قوي 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 قوي. بشكر حضراتكم جدا، فتحنا الملف. عايز اقول لكم كم الرسائل اللي عماله تجيلي مش مخلياني الحق اقرا الرسائل، عماله تجيلي. صندوق دعم الاسره مهم جدا اللي هيقوم بيه القانون الجديد، طالب بحاجه اسمها صندوق دعم الاسره، ان هو يلزم الاب مش قبل، علشان كان في ناس بتقول ازاي وهيدفع قبل ازاي، هيلزم الزوج بنفقه زوجته لو هي على ذمته وتاركها، او لو طلقها ونفقه الطفل، هيبقى فيه الزام، هيبقى زي شرط كده في عقد الزواج او حاجه. الراجل اللي ما ياخدش مسؤوليته صح غلط، والدوله اللي تترك الرجل عرضه لكل هذه القضايا ويتعرض كده ويتمرمط بهذا الشكل وما يشوفش عياله وامه ما تشوفش عياله غلط، احنا بنحاول نصلح هيكون الغلط. في الزام على كل الاطراف. بشكر حضراتكم على وجودكم معايا، الاستاذه ريهام الشبراوي والاستاذ عمرو عبد الباقي، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره هنكمل هذه الحلقه، بكره هنكمل هذا الملف، ولو احتاج الامر الى الاسبوع القادم هنشتغل على هذا الملف وهنتابعه مع حضراتكم وهنطرح معظم التساؤلات. بشكركم على المتابعه، نشوفكم بكره على خير باذن الله. الحياه اليوم.